أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من المواقع المحلية، السلطة المحلية في عدن تتهم جهات مجهولة بالاستيلاء على الإيرادات. وصحيفة عربية تقول مهاجم يمني يهز شباك السعودية بهدف عالمي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ومن الأخبار المنوعة، رجل يقف 6 ساعات متواصلة في طائرة لتتمكن زوجته من النوم بأريحية. أهلا بكم. تغيرت الأوضاع تماما في عدن عقب الانقلاب، وتوقف كل شيء في المدينة إلا تحصيل الأموال التي تختفي دون أن تعرف السلطة المحلية أين تذهب إيرادات المحافظة. وعنوان موقع عدن الغد: السلطة المحلية بعدن، الإيرادات الفرعية تذهب إلى جهات مجهولة منذ الأحداث الأخيرة. قال بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة عدن أن الإيرادات الفرعية الخاصة بالصناديق المحلية للمحافظة تذهب إلى جهات غير معلومة منذ الأحداث الأخيرة. وقال مسؤولون في الدائرة المالية بقيادة السلطة المحلية في بيان لهم وتلقته صحيفة عدن الغد أن جميع الإيرادات الفرعية وبينها رسوم تحسين المحافظة وإيجارات الأسواق العامة وخلافها باتت تذهب إلى جهات غير معلومة. وفي وقت ألمح عدد من نشطاء عدن إلى أن إيرادات مدينتهم تذهب إلى مدينة أخرى، أشار المسؤولون في بيانهم أن جهات أخرى باتت تقوم بعملية التحصيل لكل هذه الإيرادات من ضرائب القات والبضائع التجارية والأسواق، وأوضحوا أن مثل هذه الاستحداثات الجديدة تهدد بتوقف كلي لنشاط السلطة المحلية بعدن، كون هذه المصادر كانت واحدة من آخر المصادر المالية لتمويل الأنشطة بعدن. كل ساعة وقوة الانتقال في عدن تداهم منزلا وتقبض على مطلوب لها، وقد حصل أمس أمر غريب، فقد ذهبت قوات الانتقال للقبض على مطلوب استشهد قبل فترة مدافعا عن عدن. وعنوان موقع مارب بريس: ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تقتحم منزل الشهيد الكاظمي بعدن وتعتقل أخاه. قال الموقع نقلا عن مصادر محلية بمدينة عدن أن ميليشيا الانتقال اقتحمت منزل الشهيد محمد الكاظمي في مديرية البريقة واقتادت أخاه علي جمال الكاظمي بالقوة إلى جهة مجهولة. لاءات عربية، تحت هذا العنوان كتب المغربي محمد بويا مقاله المنشور في العربي الجديد عن واحدة من مسببات العنف في الدول العربية مضيفا: الشعب خرج لأسباب معروفة ومعلومة، وجد الدولة غير قادرة على التعاطي بحنكة مع مطالبه، بل وجهته للعنف المرفوض من طرفه. العنف عنف الدولة والشعب يمقته، لكن غباء أجهزة الدولة المسيرة أخرج الناس للقبول بالأمر الواقع الذي فرض عليهم. كان العنف وسيظل وجهة مفضلة للدولة العربية التي وجدت فيه اختيارا سهلا لإرغام الكل على التماشي معه. المقلق جدا أن الدولة العربية نجحت إجمالا في وضع العنف كأولوية من أولوياتها العامة والفضفاضة، مستغلة خوف الشعوب العربية والتزامها الأخلاقي بالسلم والركون إليه. فالدولة العربية إذن، والتي لا تملك أفقا ولا مشروعا، أنشأت مشروعاً يقوم على العنف والاستغلال وتمجيد سلطة الاستبداد، ولذلك سيعرف المواطن الدولة بأسلوبها وسلوكها، القتال والعنف والاستبداد. فهل الدولة بهذا المفهوم سعت لها ثورات أوروبا الغربية وقاومت من أجلها شعوب المنطقة؟ الإجابة بالتأكيد لا. للعالم العربي دولته الخاصة ومنظوره الخاص، لا دولة تنبع من إرادة الشعب ولا حكما مدنيا ولا ديمقراطية، بل على الشعب بنخبه المثقفة الواعية الجولان في الفكر السياسي المعاصر، وله الحق في أن يحلم ويرتقي بأحلامه ويفترض وجود دولة.
لقد سعت الدولة العربية إلى وضع حد لأحلام الوحدة والتكتل والديمقراطية والحكم العادل، كانت في سباق نحو فرض مزيد من الإنغلاق على شعوبها ومارست كل صنوف الإذلال، اخترقت حياتهم الضيقة فألهمتهم ليفكروا وهم يعانون من الضيق. إجراءات فرضتها جماعة الحوثي بمناسبة عاشوراء الذي يصادف العاشرة من شهر محرم في صنعاء تسببت بامتهان المواطنين وعنون موقع يمن مونيتور. مواطنو صنعاء يطالبون برحيل فعاليات الحوثي من العاصمة مع إهانتهم في ذكرى عاشوراء. قال مواطنون ومسؤولون محليون أن جماعة الحوثي أجبرت مدراء المديريات على الحضور وتحشيد عقل الحارات للمواطنين وتسجيل المخالفين عن حضور الفعالية، ما شكل حالة طوارئ واستنفار للمجالس المحلية. أوضح أحد الأهالي في صنعاء اليمن مونيتور: تفاجأنا بقيام اللجان الأمنية بمنعنا من دخول منازلنا المجاورة الواقعة في شارع المطار في امتهان واضح لكرامتنا. أضاف قائلا: كنت أسير من السائلة عبر الشارع المار من مستشفى المؤيد نظرا لمنع دخول السيارات، ووصلت إلى جوار روضة الشهداء واستوقفتني لجنة تفتيش وفوجئت بهم يمنعونني من المرور بحجة أنه ممنوع المرور من جوار المظاهرة. وتابع قائلا: أخبرتهم أن يفتشوني ويدعوني أعبر، فأنا أعاني من انزلاق في العمود وقد تعبت من المشي وأريد أن أصل إلى منزلي ولكن دون جدوى. قالوا هذه تعليمات. في البداية تقوم ميليشيا الحوثي باحتجاز المواد الغذائية المقدمة كمساعدات وتخزنها لأشهر حتى تنتهي صلاحيتها، لتعلن بعد ذلك أنها تالفة وعنون موقع الصحوانت. حرمت المواطنين منها انتهاء مساعدة ومواد غذائية في مخازن إحدى المنظمات بإب. أكدت مصادر مطلعة انتهاء مساعدات إنسانية بمحافظة إب وسط اليمن في ظل حرمان المواطنين منها ووجود خلافات حالت دون وصولها لأبناء المحافظة الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وبحسب المصادر المطلعة فقد تم إتلاف 62 ألفا من علب التونة انتهت صلاحيتها بمخازن منظمة اليونيسف بمحافظة إب، فضلا عن انتهاء مواد ومساعدات أخرى. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بين قيادات حوثية وبين القائمين على توزيع المساعدات من منظمة اليونيسف للمواطنين. وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنظمات الإنسانية والإغاثية قيودا عدة تحول بينها وبين وصول المساعدات للمواطنين، أبرزها إعطاؤهم جزءا من تلك المساعدات وصرف الأكثر لصالح أنصارها والموالين لها. أبعد من موغابي التحرر والعنف واسترخاص البشر. تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في الشرق الأوسط. مات روبرت موغابي رئيس زيمبابوي السابق ميتات عدة. مات بيولوجيا قبل أيام عن 95 عاما. مات سياسيا في أواخر 2017. موته الأخلاقي اكتمل مع صعود نيلسون مانديلا كوجه نقيض تقدمه إفريقيا في التحرر من العنصرية. الشاب الماركسي الذي قاد بلاده إلى التحرر من العنصرية هو الذي أقام نظاما بالغ الاستبداد والعنف دام 37 عاما، تأدى عنه موت كثيرين وألم كثيرين وجوع أكثرية السكان الساحقة. لكن هل نسمي الأمر مفارقة وتناقضا حين يتكرر عشرات المرات في عديد البلدان؟ عربيا نعرف هذه المعادلة جيدا، نعرفها في الوصف المتفاخر لثورة المليون الشهيد، نعرفها في شعاراتنا شهداء بالملايين في قصائدنا وللحرية الحمراء باب، نعرفها في احتقارنا الاستقلالات التي تمت بلا دم وقتلى. المنظومة الثقافية هذه تعمي عن رؤية العنف واستحالة السيطرة عليه، لكنها أيضا تعمي عن شيء أخطر، فصل السياسة عن الكلفة الإنسانية، أي استرخاص البشر في الطريق إلى النصر. البشر يغدون فائضا لا لزوم له. الموت الذي يبدأ استثناء إبان النضال يتحول قاعدة ويكرس بوصفه طريقة أو ربما عادة.
في تجربة موغابي السرية انقلب كل شيء إلى عكس ما وصف به في البداية. لقد تمسك الرئيس الراحل بإجراء الانتخابات، لكنه كان يستخدم الميليشيات وبعض أفرادها من رجال حرب الاستقلال لتعديل النتائج التي لا تروقه. ذاك أن كل وصول إلى السلطة بالقوة والعنف يتحول ممارسة للسلطة بالقوة والعنف. أما العبرة التي تستخلص من تجربته ومن تجارب زعماء كثيرين مثله، أن القضية على عظمتها تأتي في المكان الثاني، والأولوية لتجنب العنف والموت، فالذي يموت لن يعود مجدداً إلى الحياة، فيما الاستقلال قابل للتأجيل إلى يوم آخر وظروف أخرى يمكن معها إحرازه من دون عنف ومن غير استرخاص للبشر. هذا درس مانديلا. خطف النجم محسن قراوي مهاجم منتخب اليمن الأنظار إليه بحسب العربي الجديد، بعدما استطاع تسجيل هدف عالمي في شباك منافسه السعودي في المواجهات القوية التي جمعت بينهما على استاد البحرين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر وكأس الأمم الأسيوية في الصين. وبسط نجوم منتخب اليمن سيطرتهم على مجريات المواجهة القوية منذ الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، بعدما اعتمدوا على التمريرات البينية والركلات العرضية بالإضافة إلى الركلات الثابتة التي ابتسمت لهم في الدقيقة الثامنة، واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب اليمن لتصل إلى النجم محسن قراوي الموجود في منطقة جزاء منافسة السعودي. لكنه فاجأ الجميع عندما قرر إظهار مهارته الفنية الكبيرة بعدما أطلق تسديدة قوية عبر مقصية جميلة سكنت شباك الحارس الذي لم يستطع صدها في الدقيقة الثامنة وسط فرحة كبيرة من الجماهير. رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر تفاعلوا بشكل كبير مع هدف محسن قراوي، إذ وصفه بعضهم بأنه من الطراز العالمي، فيما عبر البقية عن سعادتهم من الطريقة المميزة لأداء مهاجم منتخب اليمن قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2. في واقعة اختلف بشأنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما جاء في الشرق الأوسط، ظل رجل واقفا لمدة 6 ساعات على متن طائرة حتى يمكن زوجته من النوم بأريحية والاستلقاء على 3 مقاعد أثناء إحدى رحلات الطيران. وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فقد كان مدرب التنمية البشرية الأمريكي كورتني لو جونسون أول من أعلن عن هذه الواقعة بعد أن نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للرجل أثناء وقوفه في ممر الطائرة ليعلق عليها قائلا: لقد وقف هذا الرجل 6 ساعات حتى تتمكن زوجته من النوم بأريحية على 3 مقاعد، هذا هو الحب. وتلقت الصورة أكثر من 16,000 إعجاب ومئات التعليقات، وسرعان ما أثارت جدلا مع عدم اتفاق الكثيرين مع وصف جونسون لهذه اللفتة بأنها حب، حيث انتقد الكثيرون الرجل وزوجته التي اتهموها بالأنانية. الدرس التونسي. تحت هذا العنوان كتب علي أنزول مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. مرة أخرى يأتي الحدث من تونس مهد ثورات الشعوب العربية، عندما شدت إليها الأنظار 3 ليال متتالية نظمت خلالها مناظرات تلفزيونية على الهواء مباشرة للسماح لمواطنيها لاكتشاف 26 مرشحا للرئاسة. هذا الحدث هو نادر في منطقتنا العربية بكل حمولته الرمزية، وضع تونس في مصاف الدول الديمقراطية وأتاح للتونسيين وللعالم اكتشاف الوجه الآخر لتونس الثورة. جاءت المناظرات التونسية لتذكرنا بأن الثورة التونسية التي ألهمت شعوباً عربية كثيرة عام 2011 ما تزال قادرة على مفاجأتنا في كل لحظة بجديد وفريد، وأظهرت أن واحداً من أهم مكاسب الثورة التونسية هو جو الحرية الذي يجري فيه التنافس الانتخابي والروح الديمقراطية التي تحلى بها المرشحون.
واختزلتها صورتهم عندما وقف الإسلامي واليساري والعلماني والقومي وأنصار النظام القديم جنباً إلى جنب، كل منهم يدافع عن مشروعه بأسلوب الإقناع والحوار. حملت هذه المناظرات السياسية التونسية معها عدة دروس، جاءت أولاً لتذكرنا بأن الثورة التونسية ما زالت تتجذر على الرغم من محاولات يائسة يقوم بها أعداؤها في الداخل والخارج. الدرس الثاني، اقتنع التونسيون بأنه لا سبيل لهم للعبور ببلادهم من حالة الغضب والفوضى التي أعقبت الثورة إلا بالعودة إلى التمسك بالقواعد الديمقراطية. كان لعنوان هذه المناظرات رمزية كبيرة دالة عندما اختار لها أصحابها عنواناً كبيراً يقول تونس تختار، فمن شعار الشعب يريد الذي رفعته الثورة عام 2011 إلى شعار تونس تختار، تكون تونس قد مرت من زمنين عابرة من زمن الثورة حيث كانت إرادة الشعب الفيصل إلى زمن الديمقراطية التي تتيح للناس أن يختاروا في جو من الحرية من سيقود بلادهم. وكيفما ستكون نتائج الانتخابات التونسية التي قد تحسم بعد الجولة الثانية، فإن تونس ربحت منذ الجولة الأولى الرهان عندما رفعت السقف عالياً في مجال البناء الديمقراطي وأمنت الدخول الهادئ إلى نادي الديمقراطيات الغربية من بابه الواسع. هل تتذكر الشجرة التي خاض جيرانك خلافاً حولها ودفعوا أضعاف ثمنها للمحكمين للبت في ملكيتها؟ هناك الكثير من الناس الذين يدفعون أموالاً طائلة مقابل التقاضي، وهنا حالة رجل من بريطانيا حيث عنوان البي بي سي، بريطاني ينفق 30,000 جنيه اعتراضاً على 100 جنيه غرامة. قال الموقع أن بريطانياً أنفق 30,000 جنيه من مدخراته في معركة قضائية من أجل العدالة للاعتراض على دفع غرامة بقيمة 100 جنيه. وقال ريتشارد كيدويل البالغ من العمر 71 عاماً أن النظام القضائي المعيب اضطره لخوض معركة استمرت 3 سنوات وإنفاق جزء كبير من مدخراته. يقول إن كاميرات مراقبة المرور أخطأت في تقدير سرعة سيارته فسجلت 35 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها فيها وهي 30 ميلاً في الساعة. وقالت النيابة أن القضية تضمنت عدة إشكالات أدت لاستغراق البت فيها فترة طويلة. وقال كيدويل وهو مهندس متقاعد أنه واثق أنه لم يتجاوز 30 ميلاً في الساعة وأنه دهش حين وصله إنذار بعد الرحلة بعدة أيام. ويقول كيدويل أنه لم يخرق القانون وأنه حاول إثبات ذلك بمساعدة خبير إلكترونيات الذي أخبر المحكمة أن الخطأ قد يكون بسبب تسجيل الكاميرا سرعة مركبة مجاورة أو أن الكاميرا أصابها عطل، لكنه خسر القضية والاستئناف وكان قد اعتقد أنها ستنتهي بسرعة، لكنها استغرقت 3 سنوات وكلفته ما يقارب من 30,000 جنيه، منها 21,000 جنيه أتعاب محامين و 7,000 مصاريف محكمة بالإضافة لتكاليف السفر. حروب المسيرات تضيء السماء في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب أليساندرو وأردينيو مقاله الذي نشرته صحيفة الغد بعد ترجمته من قبل علاء الدين أبو زينة. مرة أخرى وبوتيرة أسرع تتصاعد الأزمة التي تتضمن الطائرات من دون طيار في الشرق الأوسط، وبفواصل زمنية تزداد قصرا بين حادثة وما تليها. لا يقتصر عمل المركبات الجوية من دون طيار والتي تعرف أيضا باسم الطائرات المسيرة على تشبع المجال الجوي في مناطق النزاع فحسب، بل إنها أصبحت أهدافا استراتيجية أيضا. لم تمر قدرات الطائرات المسيرة التي زعم أنها من صناعة إيرانية والتي استخدمها الحوثيون في الصراع اليمني من دون أن يلاحظها أحد، لم تمر قدرات الطائرات المسيرة التي زعم أنها من صناعة إيرانية والتي استخدمها الحوثيون في الصراع اليمني من دون أن يلاحظها أحد. وليس تطور المركبات الجوية غير المأهولة من كشافة جويين إلى قنابل انتحارية طائرة بالأمر الجديد، لكن التطورات الأخيرة في اليمن تظهر زيادة حادة في كفاءة وفعالية الطائرات المسلحة من دون طيار.
وصلت حرب الحوثيين بالمسيرات إلى مستوى جديد من التطور مع إلحاق أضرار بليغة بمحطة ضخ النفط السعودية بالقرب من الرياض. وعلى سبيل المثال، طارت مسيرة الحوثيين التي ضربت المحطة عدة مئات من الكيلومترات قبل أن تقوم بتوجيه الضربة الدقيقة. عملت قدرات الاستهداف الأفضل ومسافات الطيران الأطول بالإضافة إلى الاقتصاد في الحجم على تحويل المسيرات إيرانية الصنع إلى هدف استراتيجي، وبتحولها من صيادين إلى فرائس أصبحت الطائرات من دون طيار هدفاً يجب القضاء عليه في ضربات استباقية وقائية. في الوقت الحالي ما يزال البشر في حلقة صنع القرار من حيث تحديد الهدف وتوجيه الأمر النهائي بالهجوم، وفي حين أن الجدل الأخلاقي يزداد كثافة حول ما إذا كان من الضروري إبقاء صانع قرار بشري في حلقة القتل، فإن يوما سيأتي عندما لا يكون البشر جزءا من معادلة الاشتباك إلى أن تتجاوز الطائرة من دون طيار نقطة الفشل الآمن بكثير، أو على الأقل سوف يستمر وجود المتغير البشري في المعادلة وإنما كهدف فحسب. ماذا لو عدنا إلى عصر ما قبل ظهور الألوان في الصور واكتفينا بهذين اللونين الأسود والأبيض فقط؟ ترى كيف ستبدو الجوانب في بعض من هذه الصور المأخوذة من صحيفة الجارديان؟ نتابع. لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره، فهناك من يعبر بالكلمات والصور، وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد، ومن بين الفنون الكاريكاتير الذي أصبح أسلوبا لقول الكثير، مجموعة من هذه الرسوم في جولتنا الأخيرة. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.